أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. اليوم معنا الأستاذ زاهد شاه، الأونر لبست لتجارة الديزل. أستاذ زاهد مرحبا فيك، أول شيء نورت البرنامج. السلام عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. حابين نتعرف عنك ونخلي المشاهدين أيضا مين هو الأستاذ زاهد، ومن هو أيضا وما هي شركة بست لتجارة الديزل. تفضل. أنا بشتغل هنا ممكن 4 سنة. يجي أول في واحد شركة ملانا كومراد فيول سيبل، الحين في لايسنس في موجود وكومراد في موجود اسم ملانا هذا بست. الحين واحد سنة إني اشتري بيغل المكان باكستان، يجي هذا في أحسن أحسن دبي من شغل. أنا مية مية أكيد. أنا في فكر ما شاء الله عنه. إن شاء الله شوية شوية ما شاء الله سبيشال بزنس مان اليوم مستر زاهد. خبر أكثر أنا مال شو السيرفيسز اللي أنت بتعطيها للسيرفيسز وبرودكت، شو أنت المنتجات اللي بتقدمها للكاستمر؟ أيوة. إذا كاستمر يجي داخل أوفيس ملانا أيوة. بعدين أنا يسوي ديلينج أنا ما في نفر غير أيوة. أنا سيشتغل بياتي 15 يوم واحد شهر سوي كريديت ياتي. أنا أيوة. استري من ديزل حمرية حمرية شوية دون هولسيل ماركت. أنا استري منان مشان 15 يوم أنا يدي شوية بهيد مشان سمسم شيشة هذا الشكل 50 فلس 30 فلس في فائدة. الحمد لله وبركاته هذا في شوية شوية يجي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحين في الإمارات وفي إمارة عجمان أيضا في كثير من الشركات لتجارة الديزل منافسين كلهم كومبيتيشن في كثير موجود داخل الإمارات. شو المميز عندك عن باقي المنافسين؟ شو اللي في عندك أنت سبيشل؟ أيوة. أنا يأتي من كاستمر أول سوي أخلاق مشان هذا الديزل من الإمارات. أنا يشتري بيهني أداد مزبوط مية مية ديزل مية مية. أنا ياتي نفرات سوي كريديت واحد مرة يجي هذا مكان ملانا أحسن هنا كله انترلاك في هذا 4 ديسبنسر سرس. ياتي أنا 24 أور مشان سمسم شيشة 24 أور 2 نفر في برا بالليل في اليوم. ما شاء الله ما شاء الله، يعني سبيشل في وبزنس مان سبيشال بعد مستر زاهد. انا يريد يسوي كلام ويريد يسوي معلوم، شو البلان مال انت في الايام اللي جايه؟ شو يور بلان؟ مال انا بلان الحين سوي ترتيب مال ياتي ممكن اشتري كبير سيارات من سمسم دنوك سياره. انا اشتري من دنوك بعدين ياتي هذا شيبينج سياره يعني بي برا نفرات امريكان شيبيجي هذا كامل ياتي بانكرينج سبلاي مشان كنتيتي كبير 100,000 جالون هذا الشكل. الحين انا واحد يوم هذا 3000 جالون يبي هذا الشكل هولسيل بعدين 12,000 هذا الشكل. بعدين انا اشتري مشان شيبينج سبلاي هو واحد يوم 100,000 جالون هذا الشكل يشتري ما شاء الله. مشان انا في فكر هذا الشكل اكيد ان شاء الله يا رب دائما في نجاح وتفوق وزياده مكان ان شاء الله انت فيه داخل الامارات. انا يجي من داخل الامارات هذا امارات بيزنس بي احسن من كله مشان سيفتي الامن والامان سيفتي اند سكيورتي سيفتي واجب زياده واجب زياده من داخل الامارات. انا ثاني مكان شغل ما في انا شغل اونلي امارات ما في ثاني مكان ان شاء الله. هنا في سيفتي زياده من البوليس سيفل ديفنس كله 100% من 100% امارات كله من ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله استاذ زاهد. انا بريد اسوي شكر انت كمان اليوم على ظهورك معنا، وبنحب كمان ناخذ لوكيشن البيست وين احنا من البيست. انا مشان اول مره يجي من هنا يشوف هذا سها مشان انا في فكر هذا شكل من الترتيب. بعدين انا واحد سيرفيس ستيشن سوي ابتا مشان انا شويه شويه ان شاء الله بعدين يجي فلوس كله انفست من هنا. اكيد اكيد ان شاء الله. شكرا لك استاذ زاهد على ظهورك معنا. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز الاستاذ زاهد. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.